هاي جايز، هذا فيديو غادي نديرها خصيصا للناس اللي ان شاء الله غيحالفهم الحظ وغادي توصلهم لانفيتاسيون من الشركات الاماراتيه باش يمشيو يحضروا الانترفيو ديالهم في 24 ان شاء الله نوفمبر مع 9 ديال الصباح. كما قلت شركه الخطوط الطيران الاماراتيه غادي تجي لكازابلانكا، وكنطلب التوفيق للجميع ان شاء الله. ولكن الى وصلتكم الانفيتاسيون خاصكم تشوفوا هذا الفيديو باش تعرفوا شنو هما الحوايج اللي تقدروا ديروهم باش يحالفكم الحظ وتنجحوا، وشنو هما الحوايج اللي من الاحسن انكم تيفيتيهم. دونك بقاو معايا. كما شرحت في واحد لا فيديو تري تري كورت سور تيك توك، قلت فيها بان الناس اللي بغاو يتسجلوا من دابا خاصهم يتسجلوا باش يوصلهم لانفيتاسيون، حيت شركه الاماراتيه جايه ماشي فور ان اوبن داي ولكن جايه فور ان اسسمنت داي. انا كنت ديجا شرحت بان كاين فرق بين الاوبن داي والاسسمنت داي. الاوبن داي عندك الحق تمشي له سانز انفيتاسيون، وبالنسبه للاسسمنت داي ضروري خاص تكون عندك لانفيتاسيون عاد باش تقدر تدخل لوطيل ودوز لانترفيو. بالنسبه للشعر كيف ما كتشوف في التصويره، تحاول ما يكونش البيبي هير، يكون الشعر كله مجموع اللور، يكونوا الودنين باينين. بالنسبه للميك اب فول ميك اب، البنات غادي يفهموا شنو هي فول ميك اب. كون جدي فول ميك اب الاي شادو الاي لاينر فون دو تان فاراجو ريد ليبستيك. بالنسبه للعكر خصو يكون اللون ديالو احمر. دريس كود كما كتشوفوا في التصويره، حاولوا ما امكن انكم تلبسوا كيف ما كتشوفوا في التصويره، يعني لا جوب ما تكونش قصيره بزاف، تكون واصله للركبه، مغطيه الركبه. لي تالون كيف ما كتشوفوا ما يكونوش عاليين بزاف، مهم يكونوا دي تالون باش تكونوا كونفورتابل، حيت لا جورني غادي تكون اون جورني اللي طويله بزاف. دونك حاولوا تلبسوا شي سبات اللي تكونوا مرتاحين فيه. البيسه تكون كامله نوار، ولا شوميز تكون فلو بلون. لا شوميز تكون مسدوده كيف ما كتشوفوها، ما تكونش محلوله بزاف، تكون مسدوده، يكون يلاه العنق اللي باين، مي من ناحيه الصدر تكون مسدوده. بالنسبه للدراري تقريبا نفس الشيء، اللبسه نواغي بلون، ما يديروش دي كولور اخرين. وبالنسبه للوجه خاصو يكون كومبليتمون محسن. بالنسبه للمستاش واللحيه ما يكونوش كاينين، الشعر يكون بحال اللي في الصوره، والصباط حتى هو لا ميم شوز. الموقع اللي قلت لكم انني غادي نحطه هو هذا. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو درتي لانسكريبسيون في لو سيت ويب اللي خليت لكم في لا فيديو، ووصلتك لانفيتاسيون الحمد لله حالفك الحظ، ودابا انت غادي لكازابلانكا. شنو هما اولا انت ساكن في كازابلانكا، انت غادي باش دوز لانترفيو ديالك. دونك شنو هما الحوايج اللي ما عندكش الحق تغلط فيهم؟ نشوفهم. دابا ندوزو للمعقول. بيان سور حتى الحوايج والباس ديالك والهندام ديالك كان كيسميوه في الشركه ستايل اند ايمج، دونك ليماج ديالك اللي كتغبريزونتي بها لا كومباني حتى هي مهمه. ولكن بيان سور حتى لي زيكزامان اللي غادي دوز ولا زانترفيو حتى هما مهمين وخاصك تنجح فيهم باش تقدر تخدم هاد المهنه. غادي دوزو لانترفيو، ما غنبقاش نسميه لانترفيو، غادي نسميه الاسسمنت داي. اتس ا داي فول اوف اسسمنت. دونك ما يوقع لكمش في حالي، انا النهار الاول ملي مشيت دوزت كان كيسحابلي غندوز امتحان واحد وغادي نخرج، هو نهار ديال الاسسمنت. الا كانوا الناس بزاف راه سادور توت اون جورني. الا كانوا الناس قلال كنديروا هالف داي، كتكون لا ماتيني ولا لا ماتيني، هما غيبداو مع 9 الصباح. دونك تني فو بري، ما تصدموش، كيكونوا بزاف ديال الامتحانات. لو بروميي كيجي كلشي كيحط السي في ديالو، كتكونوا اون غروب، كيقول لك بريزونتي فو بريفمون داك في داك السي في، تشوفوا لونجلي كيفاش داير. ابري كيديروا الارم ريتش. هاد الارم ريتش هذا اللي ما نجحش فيه ما كيدوزش، يعني ما فيهش تسامح. نورمالمون شركه ديال الطيران كتطلب من اي واحد يعني باغي يدفع لهاد المهنه يكون فيه في الطول ديالو متر و 60 سنتيمتر، اوكي، ويكون كيوصل في العلو ل 212 سنتيمتر. يعني كيديروا واحد التست اللي سميتو الارم ريتش، كيرسموا واحد الخط في الحيط، اوكي، اللي العلو ديالو 212 سنتيمتر، كيقول لك خاصك تهز يديك وخاصك تقدر تقيس ديك الشريطه اللي حنا رسمناها في الحيط. كومون سا سباس بالنسبه للدراري؟ بالنسبه للدراري ما كيقولوش ليهم حيدوا الصباط، كيخليوهم الصباط ديالهم باسكو الدراري ما كيكونوش لابسين الكعب العالي. بالنسبه للبنات جو رابيل اون اوتر فوا، كيطلبوا منك باش توصلي لديك الشريطه اللي مرسومه في الحيط، كيطلبوا منك تحيدي الصباط، وكيقول لك تعلي، عندك الحق تعلي على على يعني على رؤوس الاصابع، عندك الحق تعلي. المهم في هذا التيست هو ان يديك
خاصها تقيس ديك الشريطه اللي هما رسموا في الحيط وخاصها توصل لي. حطينا السي في، دزنا الارمويج، الحمد لله الطوله هي هذيك. ابخي كندوزو يا اما الجروب ديسكشن او الجروب اكتيفيتي. انا كيف ما شرحت في الفيديو قبل، هي على حسب الكانه ديال الريكروتور والاتش ار مانجر. كيف ما كنشرح ديما، الاتش ار مانجر كيكون يا اما حاضر معكم تما او كيشوف كلشي وي بران دي نوت، كيكون مع الار اش، يا اما كيكون في دبي. دابا حيت هي شركه طيران اماراتيه اللي هي بيست ان دبي، دونك غيكون هو في دبي وغيكون سكايب مع لي ريكروتور وكيعطيو له الملاحظات ديال اي حاجه كيلاحظوها. داكوغ، نرجعو للموضوع ديالنا. الجروب ديسكشن انا درت فيديو، غنخلي لكم اللينك ديالها، خاصه بالجروب ديسكشن. كيفاش تنجح في الجروب ديسكشن؟ شنو الحوايج اللي تقدر دير في الجروب ديسكشن؟ شنو الحوايج اللي خاصك تيفيتي في الجروب ديسكشن؟ انا دابا كنعطيكم غير المراحل ديال داك النهار كيفاش غادي يدوز، يعني باش ما تجيكمش شي حاجه اللي غريبه، تكونوا عارفين شنو كيتسناكم، وابخي عاد غنعطيكم النصائح ديال شنو ديروا وشنو ما ديروا. بالنسبه للجروب ديسكشن اولا الجروب اكتيفيتي، هي كيكون فيها من 7 حتى 8 حتى 9 حتى 10 الناس دي فوا ماكسيموم. دونك كيكون ان جروب وكيعطيكم يا اما كيما قلت لكم على حسب المود ديال الريكروتر، يا اما كيعطيكم انكم ديروا اون اكتيفيتي، يعني كيطلب منك تمثل واحد الدور، ولا كيطلب منك مثلا تبيع شي حاجه، ولا كيطلب منك مثلا انك توقف وتشرح شي حاجه اون بلان بوبليك، اولا كيطلبوا منكم ان اكزرسيس اون جروب اللي كيكون هو واحد التمرين كيعطوكم تخرجوه، كيعطوكم الوقت بعدا تفكروا، كيفرقوا عليكم لي بابي، كيقول لكم ها هو الاكزرسيس، كيعطوكم الوقت تفكروا. ابري كيقول لكم جايز وي ستارتد، ها حنا بدينا، ها الكونتيغ بدا، عندكم 10 دقائق 15 دقيقه باش تساليو لينا هاد الاكزرسيس وتخرجوا لينا بالحلول ديال هاد المساله. بالنسبه للانواع ديال لي زيكزارسيس اللي كيطرحوا، راه قلت لكم عندهم علاقه بعده مجالات، يعني كيقدروا يهضروا لكم على مشاكل اجتماعيه، كيقدروا يهضروا لكم على البيزنس، كيقدروا يهضروا لكم على شي حاجه فيها الكاستمر سيرفيس، يعني انتم كتكونوا مستعدين لاي حاجه. الحاجه اللي غادي نوصيكم في هذا الجروب ديسكشن وراه درتها في الفيديو الاخرى، هي ما تحاولوش تحتكروا الهضره وتكونوا نتوما اللي كتهضروا بزاف. عاوتاني او ميم طون، ما تحاولوش تبقاو نتوما اللي ساكتين وما تعطيوش رايكم حتى شي حاجه. اسيي دو كونتريبيوي، اوكي، دو مانيير اللي تكونوا فيها بولي، بالادب، ما نقاطع حتى شي واحد، ولا قاطعت نقول اكسكيوز مي كان اي جاست انتربت يو تو سي ذيس، ام ريلي سوري تو انتربت يو، بات اي ثينك ان هادشي اللي قلتي بحال هكا، يعني تكون لا فاسون باش كنهضر انا واحد الفاصون اللي كلها بوليتيس. اوكي، ندوزو لحاجه اخرى. العدد كثير ديال الناس، فالريكروتر كيطلب من الناس مثلا اللي ساكنين بعاد انهم يدوزوا اليوم، والناس اللي قرابين انهم يرجعوا غدا باش يدوزوا فيس تو فيس. هاد لوكا كنوقع في فاش كنت انا كندوز، وخلاوني ندوز فيك انايا ماشي بنت كازابلانكا، قالوا لي بلا ما ترجعي غدا دوز في نفس الليله، والناس اللي ولاد كازابلانكا وبنات كازابلانكا قالوا لهم غدا ارجعوا عندنا مع الصباح باش دوزوا الفيس تو فيس. دونك على بركه الله، الفيس تو فيس شنو هو؟ فيس تو فيس كيكون هو اخر مرحله كيدوز منها لو كانديدا، كتكون بينك وبين الريكروتر، ما معكم حتى شي واحد، بوحديتكم، كيكون السي في ديالك، كتكون لا فوتو ديالك حتى هي كاينه، كيقول لك الريكروتر هضر تكلم ليا على نفسك. دونك ديك الساعه شنو كتهضر؟ كتبدا بالمسار الدراسي، الى عندك شي اكسبيريونس في الخدمه حتى هي كتذكرها، كتعرف بنفسك شنو الحوايج اللي كتبغي شنو الحوايج اللي ما كتبغيش. اسي انك ما تطولش وانك تجاوب تو ذا بوينت، ما تكثرش بزاف الهضره مع الريكروتر، خليه هو يسولك وعاد ديك الساعه جاوب. نصيحه اخرى اللي نعطيكم during the face to face، gardez vos sourires، تكون كتهضر مع الريكروتر with a smile، تكون مبشور وجالس وتحس براسك كونفورتابل وانت كتهضر. اسيي ديفيتي انك تحط رجل فوق رجل وانت كتهضر مع الريكروتر، اسيي ديفيتي انه الاي كونتاكت يكون غائب، اسيي دو طون زاوتر انك تشوف ذاك الريكروتر عينيك في عينيه باش تبين انك tu as confiance en toi that you are confident. فوالا الفيس تو فيس نورمالمون ملي كيبقى الانسان بوحديتو هو تيت ا تيت مع ريكروتر كيتخلع واحد شي شويه. دونك اسيي دو كونترولي، كما كنقولها ديما، البريدينغ، التنفس، التنفس ديالي كيلعب دور على الصوت ديالي.
يعني الا كان التنفس ديالي ماشي مضبوط راه كتبدا لا فوا ديالي ترومبل، كنبان بان جي با كونفيونس اون موا، كنبان بان جو سوي ستريسي. وملي كيغلب على الانسان ستريس راه ما كيبقاوش الاجوبه ديالو كيف ما هما. دونك اسيي دو فو كالمي، غاردي فو اون تيت كو ما جيتي ووصلتي لهاد المرحله ديال فيس تو فيس الا وتبارك الله عليك راك فيك البونطونسييل اللي كتقلب عليه الشركه. دونك غير كلمه توا ريسبير تو دوسمون اي ابري تو ريبون. ما كاين حتى شي حاجه في داك الفيس تو فيس اللي انت ما غاديش تكون عارفها. كيسولك على راسك، على لي زيكسبيريونس ديالك، على حياتك، وغيقدر يسولك اسئله اخرى بحال مثلا عطيني شي سيتوياسيون اللي كنتي فيها معصب بزاف مع شي كليون، وكيفاش داك الكليون مثلا كان هو معصب، سوري ماشي انت اللي معصب، كان هو معصب، وكيفاش انت تو بو لو كالمي. اولا كيعطيك شي سيتوياسيون كيقول لك عطيني شي كليون اللي مثلا فرحتيه بزاف ودرتي ليه شي سيرفيس اللي كان اكسترا اوردينير وفرحتي داك الكليون، دونك عاود لي على ديك ليكسبيريونس. هاد الحوايج هذا سيناريو بالنسبه للناس اللي خدامين، اسيي انك تعقلوا على واحد سيناريو ولا جوج تحطوا في بالك باش ملي يسولك الريكروتر تقولوا ليه. نسيي با دو مونتير باسكو ريكروتر يعني كيعرف من البادي لانجويج ديالك واش انت كتعاود شي حاجه اللي هي هذيك ولا شي حاجه اللي كتجيبها في بالك. حاول تستحضر واحد لاسين اللي وقعت ليك وكان فيها واحد لو سيرفيس اللي درتيه زوين، واحد لا بيرسون اللي شكراتك بزاف، وديك الساعه تقدر تعاودها لهذاك الاتش ار اللي قدامك، وما تحتاجش انك مثلا تكري دي سيناريو بوغ ريان. ندوزو الحاجة اخرى في هاد الفيس تو فيس اللي هي مهمة بزاف بزاف بزاف. حاجة اللي مهمة بزاف في الفيس تو فيس، الى سولك الريكروتر على الشركة اللي كنتي خدام فيها، let's suppose okay on va just imagine que انت او لانتي ما راضياش على الشركة اللي انتي فيها. عمرك تذكر الشركة اللي كنتي خدام فيها بالسوء. علاش؟ باسكو الانسان اللي كيذكر الشركة اللي خدام فيها بالسوء الريكروتر اش غيقول؟ حتى حنا الا وقع لينا جوست ان بيتي مالونتوندو مع هاد لا بيرسون غتمشيو غتهضر علينا بالسوء. دونك هذا ماشي من الخصال ديال ا غود امبلوي. سو حاول ما امكن انك تيفيتي كاريمون تهضر على الشركه ديالك بشي حاجه خايبه. علاش بغيتي تبدل الشركه ديالك؟ علاش بغيتي تولي معنا؟ غتقول مثلا لانك طمح انك تكبر وانك هاد الشركه سافا تو بيرميتر انك دير دي فواياج، ام غانا بي فلاينغ يو جو تو، كانت كتعطيهم مثلا مثال هنا الشركه ديال الاماراتيه كتمشي ل 150 مدينه، يعني 85 دوله تقريبا. دونك كتقولوا شركه كالي فيكتو بوكو دو فول سافا ما بيرميتر انني نكتشف العالم، وانا باغي نزيد نكبر ونكبر القدرات ديالي ونكبر التجارب ديالي، سي بور سا كو جي شوازي انني ندفع لكم ونجي ندوز هذا الاسسمنت ديالي. لا فيديو ديالي قربت للنهايه ديالها، كنتمنى فريمون انها تكون نفعتكم. كما قلت لكم كاين شي حوايج ما عندكمش الحق تغلطوا فيهم. بالنسبه للبنات اللبسه ما عندكمش الحق تغلطوا فيها، لبسوا داكشي كوم يلفو، لي ميني جوب ا ايفيتي. شحال ديال البنات كيصحاب لهم لبسوا لا ميني جوب وكانوا زويونين فيزيكمون، راه هذا هو العامل. ماشي غير البنات، هذه الفكره عند بزاف ديال الناس شائعه انهم كياخذوا البنات اللي كيكونوا في المظهر ديالهم كيبانوا زوينات. نو كيقلبوا على المظهر يكون كوريكت، احترم غير داكشي اللي طلبوا منك هما. لا من لا ميني جوب ايفيتي، لا جوب تكون واصله للركبه وتكون مغطيه الركبه بشويه. لي طانون ايفيتي دوك لي طانون العاليين بزاف، راه واحد النهار اللي كيكون كيتطلب التركيز وخاص الانسان يكون مرتاح باش يجاوب على داك ليكزامان ديال لونغلي، ويكون مرتاح باش يجلس اليز في فيس تو فيس وباش يشارك في الجروب ديسكشن. الا كان لي طانون عاليين ومعذبينك ودارينك في ظهرك وغيعطيك دي دولور ميم في راسك، دونك هادشي غادي يلعب بزاف على الفوكس ديالك والتاثير ديالك والتفكير ديالك والتركيز غادي ينقص. باغدو بالنسبه للدراري لا ميم شوز، اللحيه الاطفال يكونوا مقطعين، الشعر يكون مقاد، اللحيه والمسطاش يكونوا كاريمون غازي ما يكونوش في الوجه، صباط نوار، لبسة نوار، لا شوميز تكون بيضاء. كنطلب الله يوفقكم ويسهل لكم اجمعين. كنتمنى الفيديو تكون فريمون نفعتكم. الى عندكم شي تساؤل اخر قبل ما تمشيو نيزيتي با في لي كومونتير، غنحاول نجاوب عليه لو بيتو بوسيبل، و جو في فير دو مون ميو بوغ ات لابا اوسي، ونشوف الاجواء كيفاش دايره ونكون معكم ان شاء الله مع الناس اللي غادي يدوزو. غادي نمشي بوغ فوار كومون سا سباس، والله ولي التوفيق للجميع، الله يسهل عليكم اجمعين، اي بون شانس.